غادي نبدا بالجواب على ما يقول السي بن كيران. السي بن كيران حنا في حزب الاثار والمعاصره كنحترموه لان كان رئيس حكومه، وغادي نحترموه الى الابد لان واحد لقطه قاد حكومه داخل المملكه ديالنا. لكن غنجاوبو كامين العام ديال حزب العداله والتنميه، وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر، وكنشكرهم لان فاش تيجيو تاكدوا بان هما تيحضروا الجميع اللحظات الديمقراطيه ديال بلادنا، وحزب الاصاله والمعاصره حزب ديمقراطي. سي بن كيران ماشي عاد تهمنا سنوات، ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوبو، لان احتراما للمغاربه كنبغيوش نهبطوا لمستوى النقاش، كنحاولوا نهضروا على مشاريع، كنحاولوا نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربه والمغربيات، خاصة في هذه الظرفيه تعانيو وتعانيو الكثير، والحلول ماشي دائما سهله نلقاوها، وتنتمناو نكونوا في مستوى الانتظارات ديالهم واللي حشمنا معاهم. كاين سي بن كيران كان دار واحد التصريح وعاود اكدوا البارح بان حزب الاصاله والمعاصره حزب تاع المخدرات، وكان هو بعلمه وكان تيقولها سنوات هذه. خصوص سي بن كيران يوم يجاوبنا كحزب، اما كانوا مزايدات سياسيه، وإذا كانت مزايدات سياسيه سمحها الله لهما لا هو لا الاخرين، اما كانت عنده شي معطيات ومعلومات وتنطلبوا من القضاء باش يتسلطوا ليه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.